بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، ورجعنا لكم تاني. كل سنة طيبين، عيد مبارك. يلا بينا نروح لامتحان التاسع عشر. على بركة الله يا أولاد، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، كلنا نكبر مع بعض يا أولاد. يلا بينا، يلا نروح كراس الجبن الامتحانات. الامتحان التاسع عشر على بركة الله. فينيش، لازم يا اولاد نقرا من اول كلمه فينيش. فينيش ذا فولوينج دايالوج. بسمله از جيفينج ا سبيتش ات سكول اباوت كلايمت تشينج. بسمله ستلقي كلمه، ستلقي خطاب في المدرسه عن التغير المناخي. شيماء، هالو بسمله، يو لوك وريد، واي؟ تبدون قلقه. بسمله، ايه يا اخوانا؟ واي؟ بيكوز. اي ام جوينج تو، ايه خطتها؟ انا سوف جيف ا سبيتش ات سكول. شيماء، وات ار يو جوينج تو توك اباوت؟ شايفين يا اولاد المقدمه حلت لنا السؤالين. وات ار يو جوينج تو توك اباوت؟ عن ماذا سوف تتحدثين؟ اي ام جوينج تو توك اباوت كلايمت تشينج. شيماء، that's a good subject. How would you like to start? هتبدأ إزاي؟ I am going to start by talking about what the climate change is and its causes. وأسبابه. رقم 4، عايزين سؤال يا أولاد. بسملة، it's In the next part of my speech, I'd like to talk about how we stop climate change. ممكن يا أولاد نسألوا لا، what would you like to talk about in the next part? What would you like to talk about in the next part? ممكن نقول لا، what's after that? وبعد كده. طيب عايزين سؤال. I'd like. I'd يا أولاد اختصار I would. أبوستروف دي اختصار would، وأنا هستخدمها في فعل مساعد بعد أداة الاستفهام. I'd like to finish by. ريفا واي أنت تقولي how. By saying that we all should help to save the environment. يبقى how would you like to finish؟ إيزي يا أولاد، ما نقولش الدايلوج صعب، لأ نفكر، نهتم بالمقدمة من أول كلمة finish. النهاردة المقدمة حلت سؤالين يا أولاد. Read and complete the text with word from the following list. يلا يا اولاد، عندنا اثنين زياده، واحده جرامر وواحده كلمات. ضرب نار بين روت ووز ريتن. هل هتبقى كتب؟ هل هتبقى كتبت؟ يلا يا اولاد. ستيبل، ستوب، لاكي، محظوظ، ديفيكالت، صعب، تنت، خيم. بلاك بيوتي، دي القصه يا اولاد كنا بندرسها السنه اللي فاتت، سنه ثالثه اعدادي. Black Beauty is a children's story. قصة للأطفال. It by أهو يا ولد دخلنا على المجهول. By English writer Anna Sewell. كتبت كتبت. يبقى أنا أقول يا ولد هي كتبت ولا كتبت؟ كتبت. By wrote. It was written by مش ممكن هي اللي كتبت. It was written by English writer Anna Sewell. Black Beauty. A handsome, well-born horse. حصان أنيق يا أولاد. Narrates the story. يحكي لنا القصة. He told us. أخبرنا. That he was. He was a. Because Jerry his owner was kind. كان طيب، يبقى أكيد يا أولاد هو lucky. ولا إيه؟ كان lucky، محظوظ. لأن جري يا أولاد مالكه كان راجل طيب. And he always and he was always put وكان دائما يوضع in a warm. عايزين حاجة يا أولاد خاصة بالخيل، يبقى stable، كان يوضع في stable دافئ. He tried to show how horse's life was. هو حاول يوضح لنا كيف كانت حياة الخيول صعبة. At this time, the aim of the story was to advise the owners. كانت
أن نحن ننصح الملاك to treat horses kindly، أن يتعاملوا مع الخيول kindly، بطيبة بعطف. يبقى الكلمتين اللي برا يا أولاد روت، واحدة جرامر خلي بالكم، واحدة جرامر وواحدة كلمة، اثنين الزياد تنت كانت في الكلمات وروت كانت في القواعد، لأن احنا خدنا وزرتين. يلا بينا نروح قطع يا أولاد، موضوع عام، ولما نقول موضوع عام يا أولاد نركز جامد، الكلام عام وسهل يا ولاد، مش لازم افهم كل كلمة، انا على نفسي ما بفهمش كل كلمة. Read the following text then answer the question. A satellite phone، الهاتف الفضائي ما شاء الله، is a telephone that has the ability to connect to orbiting satellites. الهاتف الفضائي هو هاتف له القدرة على ان يتصل بالاقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. Similar to usual mobile phones, they can connect to voice and short messaging services as well as internet access. يمكنهم يا أولاد، مشابه للهواتف المحمولة، يمكنهم أن يتصلوا بخدمات الصوت والرسائل القصيرة بالإضافة إلى الدخول للإنترنت. Satellite phones can work anywhere، يمكن أن تعمل في أي مكان، فين in the world، في العالم. Satellite phones، الهواتف الفضائية، can connect from anywhere، تقدر تعمل في أي مكان، تقدر تتصل من أي مكان، as لأنها they are directly connected to satellites around the world، لأنها متصلة بالأقمار الصناعية مباشرة حول العالم. And don't depend on usual mobile networks، ولا تعتمد على شبكات الهواتف المحمولة المعتادة. A satellite phone has basic phone features، له سمات خاصة، but is heavier than cell phones، أثقل من الهواتف المحمولة. Cell phone، it can provide wide area coverage. Compare، بالمقارنة to the usual phone services، the voice quality، جودة الصوت، يمكن could be lower، ممكن أن تكون أقل، and there would be delay in communication، وممكن أن يكون هناك تأخير في التواصل. It has the same number and doesn't change، له نفس الرقم ولا تتغير. It does not need any installation or setup، لا يحتاج إلى أي تركيبات أو تنصيب. It has a larger external antenna، له هوائي استشعاري خارجي كبير. And does not have internal antenna، وليس له هوائي داخلي استشعار داخلي. For internet access، للدخول إلى الإنترنت. It has low data bandwidths، له نطاق بيانات ضعيف. They are very useful in places far from cities such as، هو مفيد يا أولاد في المدن البعيدة، such as on mountains، مثل الذين في الجبال، or in desert، أو في الصحاري. The main idea of the passage، الفكرة الرئيسية للبسج يا أولاد بتاعتنا is، كنا بنتكلم عن إيه يا أولاد؟ هو بيتكلم على passage ولا paragraph؟ passage. يبقى احنا كنا بنتكلم عن ايه يا اولاد؟ ساتلايت فون، الهواتف الفضائية، الهاتف الفضائي. فور انترنت اكسس، ساتلايت فون، ات هاز داتا باندويتس، يبقى هو ات هاز يا اولاد لا منخفض. It's advisable، من المنصوح به to use satellite phone in، أنه مناطق يا أولاد remote area، remote اللي هي far يا أولاد. Answer the following. Why do you think satellite phone have a larger external antenna، ليها يا أولاد لها هوائي خارجي كبير، to get a good network. Summarize the disadvantages of satellite phones، لخص عيوب الهواتف الفضائية. عيوب
عاوزين عيوب يا اولاد الهواتف الفضائيه؟ تعالوا نروح. compare بالمقارنه to the usual phone services the voice quality. اهي يا اولاد the voice quality، اهي جوده الصوت could be lower. في تاني and there would and there could be delay، في تاخير يا اولاد in communication. في تاني it has the same number and does not change، نفس الرقم ما بيتغيرش. it does not need any installation or setup. دي كلها يا اولاد disadvantages. do you prefer a satellite phone or a cell phone؟ انت على المستوى الشخصي بتفضل مين؟ why؟ I prefer cell phone. ما أنا أفضل تليفون محمول عادي. Because it's easy to use. من السهل الاستخدام. And it has many apps. وفي منه إيه يا أولاد؟ تطبيقات كثيرة. Choose. When you make, you travel from one place to another. When you make إيه يا أولاد؟ يلا نعمل journey، نعمل رحلة. Trees are the lungs of nature. الأشجار هي رئتي الطبيعة ذات كربون دايوكسيد. بتعمل إيه يا أولاد الأشجار؟ درسوا لنا إن هي أبسورب، تمتص ثاني أكسيد الكربون. He is confused. عجباني الجملة دي يا أولاد وفيها مشكلة. Because he has exams. هو مرتبك. هي عنده امتحانات next week. The antonym of confused is. هو عايز مضاد كونفيوز. لو بصينا هنا يا اولاد نلاقي يعني واحده بس اللي هي مضاد كونفيوز مرتبك، واللي هي اورجنايزد. لكن لو انا هحط للامتحان مش هقول انتنيم يا اولاد، هطلب منكم سينينيم مرادف كونفيوز عشان انتوا عارفينها بازلد. فهمتوني كده؟ ليه انا كتبت سينينيم؟ عشان نفسي السؤال يبقى ذا سينينيم اوف كونفيوزد عشان اختار بازل. لكن هو السؤال يا اولاد طلب ذا انتنيم اوف كونفيوزد از اورجنايزد علشان ما تفكروش فيها كتير. تو تشينج ذا ادجكتيف الكتريك انتو اناون اد ذا سافكس، نضيف اللاحقه الكتريستي كهرباء. We add the prefix، نحن نضيف البادئة to the noun face to change its meaning. نفهم face يا أولاد نحط لها prefix تبقى سير في السطح اللي انتوا عارفينها، وفي interface يا أولاد كمان. The synonym، أيوة كده، مرادف of renewable، متجدد اللي هي يا أولاد sustainable اللي هو مستدام. Complete. I always hated the cold weather but I used to. درستوا معايا قاعدة يا أولاد used to زائد infinitive المصدر live بدون دي. To live in Russia، روسيا. She told me that she had arrived yesterday. هي يا أولاد الخطأ في yesterday في كلمات احنا بنغيرها، زي now تبقى then و this تبقى that و tonight that night و tomorrow the day after. طب yesterday تتغير يا أولاد the day before، يبقى في كلمات يا أولاد لازم تكون حافظينها. this تبقى that، tonight that night، yesterday the day before، tomorrow the day after. طارق had، عجباني يا أولاد الجملة دي. طارق كان عنده headache، كان عنده صداع. because فين الحدث الأول يا أولاد؟ he had watched television for too long، لأنه اتفرج على التلفزيون لفترة طويلة. حدث أول ماضي تام. ما هو الماضي التام؟ had زائد التصريف الثالث للفعل. have you finished؟ ماذا يأتي بعد finished في الإنجليزية؟ verb plus ing reading. have you finished reading that book yet؟ قاعدة if، if you come هو قبل come يا أولاد فعل مضارع يعني الحالة الأولى. I will be very happy if you come to my party، أنا أكون سعيد جدا لو أنت هتيجي الحفلة بتاعتي. write a paragraph of 110 words on a biography، أيوة كده، of a famous scientist،
عالم مشهور، حلاوته يا اولاد ان هو ما حددش، الراجل ده محترم. احنا اخترنا بايوجرافي اوف فاروق الباز لان احنا يا اولاد موجود عندنا في الكتاب. فاروق الباز is one of the most important scientists in the world. فاروق الباز is an Egyptian American space scientist and geologist. He worked with NASA in the scientific exploration of the moon and the planning of the Apollo program. He is one of the most important scientists who have done a lot of research before the first man walked on the moon. He helped astronauts to land on the moon. He gave advice to astronauts to collect the rock on the moon. He has studied deserts. He used satellites to find underground water in the desert. His work has helped a lot of countries to find water. وكتبنا يا اولاد الباراجراف البيوغرافي ان عربي. يا رب يكون افدتكم. لو ضبط لكم معلومه من المعلومات يا اولاد اعملوا لايك سبسكرايب للقناه. يلا يا اولاد نكبر كلنا مع بعض، كل سنه طيبين. وانجي اسيب لكم في الديسكريبشن نسخه يا اولاد بالاجابات من كل كراسه جيم، نسخه PDF. تحيه مني ليكم، شكرا يا اولاد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.